أم التلات عيال والرابع جاي في السكة وتشوف جمالها تقول ولا باين عليها. وحدت العالم العربي بسبب جوازاتها الغريبة، اتجوزت أربع رجالة من كذا دولة عربية، ودي حاجة يمكن بتحصل لأول مرة. كلامي هنا عن الفنانة السورية سارية سواس وجوازاتها الفترة اللي فاتت. إزاي سارية سواس وحدت العالم العربي لما اتجوزت أربع رجالة؟ إزاي ليها تلات عيال كل واحد من أب غير التاني؟ إيه أبرز الأسرار في حياة سارية سواس؟ خليكم معايا في الفيديو ده، هقول لكم تفاصيل الحكاية. عندها شعور انها حققت طموحها وحلمها ووصلت للي بتحلم بيه، بس ده ما كانش سهل عليها. دي اتحاربت كتير وحياتها الفنية، شايفة نفسها بين الايادي وما غابتش عن الجمهور، وبتعتبر الشام القديمة ليها طعم خاص في قلبها، والحفلات اللي بتقدمها فيها فرقة كتير في حياتها. علاقة سارية بعيلتها كويسة جدا، وهي رقم واحد في حياتها، ومهم جدا تكون العلاقة كويسة بالنسبة ليها، وعلشان كده هي قادرة توفق بين عيلتها وشغلها في الفن. بس البيت والعيلة مهمين، وفي عيلة تانية هما الجمهور اللي بيتابعها ولازم توفق بين الاتنين. وسارية اتقال انها اتجوزت لأول مرة من شخص جنسيته اماراتي، وخلفت من ابنها البكري، والتاني كان رجل اعمال لبناني وما حصلش بينهم تفاهم، وهي مش سعيدة معاه، وخرجت من الجوازة دي ببنت خلفتها واسمها بدور، وارتبطت بشخص تاني من السعودية وكان من خارج الوسط الفني، وحصل بينهم قصة حب، لكن برضو انتهت بالانفصال وخلفت منه بنت برضو اسمها شام. في كلام اتقال انها اتجوزت من النائب العراقي جلال الزبيعي، والجمهور اتكلم بشكل واسع عن الجوازة دي، لكن طلع في النهاية الموضوع ده شائعة وراحت لحالها بعد ما الاتنين كانوا منزعجين من الشائعة، بالذات انهم ما تقابلوش ولا مرة قبل كده، ده غير انهم نفوا ان في علاقة بينهم اصلا. بس اتقال برضو انها حاليا متزوجة من رجل عراقي وحامل في العيل الرابع ليها، وبكده تكون حققت وحدة العالم العربي في جوازتها الغريبة دي. ورغم كل اللي انتشر على السوشيال ميديا اليومين اللي فاتوا، لكن في معلومات مؤكدة بتقول ان سارية اتجوزت من رجل اعمال سوري الجنسية وخلفت منه عيالها الثلاثة، وكل اللي بيتقال على السوشيال ميديا ده مش حقيقي، وممكن يكون الدليل انها قالت على تعريف بروفايل حسابها على انستجرام انها ام الثلاث اطفال، وكمان بيتابعها على حسابها ده حوالي مليون متابع، وهي فعلا قدرت تحقق نجاح كبير جدا في مشوارها الفني اللي مليان بالكفاح والمجهود. سارية عايشة حياة جماهيرية فعلا، ليها متابعين ومحبين كتير جدا جدا، وبتقول لما تشوف الجمهور في الحفلات بتاعتها فرحان وبيغني معاها ومتفاعل، هي بتكون في حالة سعادة وكل حاجة جواها بتفرح. سارية شايفة ان جورج وسوف هو العراف في الغنى واللي قادرة تشوف فيه فنان الزمن الجميل والقدوة بتاعتها. سارية بتشوف ان ربنا وقف معاها كتير جدا في حياتها، وده مع محبة الناس ليها فمفيش حاجة بتقف قصادها. مش بس كده، سارية مهتمة بالموضة وبتعتبرها شيء اساسي في حياة اي فنان، وكمان الجمهور بيعمل زيها في بعض الاطلالات، وده اللي بيخليها عاملة حساب مظهرها، علشان ده من اهم الحاجات في حياتها ولازم يكون على احسن ما يكون. فكرة الديو الغنائي الفترة دي مش وارد في حياتها الفنية خالص، رغم انها عملت ديو قبل كده مع فنان عراقي والاغنية حققت تفاعل كبير. كمان ملهاش صداقات في الوسط الفني خالص، وبتعتبرهم كلهم حبايبها، مفيش حد مفضل عن التاني. بس اخر فنانين تواصلت معاهم رويد عطية وسلاف فواخرجي وسلاف معمار وشكرا مرتجي. اغانيها بتتسمع في المنازل والقهاوي والشوارع والسيارات العامة، وفجأة ومن غير مقدمات اتحولت سارية المطربة الغجرية لظاهرة غنائية انتشرت على نطاق واسع في سوريا وعند مختلف الفئات الاجتماعية، وصوتها بيحضر في الأكشاك والشوارع والحفلات. يعني مجرد حضورها بأغانيها الشعبية وحركتها الراقصة بتثير الصخب والانجذاب من الجمهور السوري. وسارية اتولدت يوم 4 مايو سنة 1981، وهي مغنية سورية من مواليد تلخلخ في حمص. بدأت سارية الغناء من وهي عيلة صغيرة، وقدمت أغنية لا تلعب بالنار وهي عندها 6 سنين، وده كان في احدى الحفلات اللي نظمتها مدرستها، واشتهرت بنمط الاغاني الشعبيه، ومن اشهر اغانيها بس تسمع مني، ومن البوماتها يا شيخ سنه 2008، والاسيره سنه 2009، والحق عليك سنه 2010، وترجيتك سنه 2011، وعزني في نفس السنه، وما مليت سنه 2013.